روعة. أنا مش روعة. بأجواء حماسية تفاعل آلاف السوريين مع الحفل يلي أقيم مساء يوم السبت بملعب الجلاء بدمشق، ويلي أحيا سلطان الطرب جورج والسوف والنجمة نصيف زيتون وشهد برمدة، وقدموا الثنائي خالد القيش ومرام علي. ولكن المهمة الأصعب بالحفل كانت على عاتق شهد برمدة، يلي لآخر لحظة كانت عم تعمل بروفات لأغنية، فتولت مهمة افتتاح الحفل وإشعال حماس الجمهور بمجموعة من الأغاني. اليوم آلاف الأشخاص ناطرين تطلعوا على المسرح، وأنت أول حدا، ودائما يمكن أول فنان هو المهمة أصعب عليه ليحمس الجمهور أكثر، فخبريني شو شعور؟ محمليني المسؤوليه لإلي ان شاء الله اطلع قدا. يعني اول شيء انتم محملين هي القصه الانسانه الغلط، لانه انا بغني انه طرب وكذا، ما فيني احرك الجمهور، بس بعدين انه اي الا ما نلاقي حل يعني نغني شيء شوي حماسي. اما نصيف زيتون فابتدى وصلته الغنائيه باحدث اغاني تجمعوا يلي غناها لاول مره لايف على المسرح. على الرغم من انه نصيف كان كالعاده اكتف على المسرح، الى انه التعب كان واضح على صوته، لهيك من بدايه الحفل اعتذر من الحضور وكشف عبر كيو ميديا عن السبب وراء تعبه. لازم اعطي بس في كل التامون، بس مشان انا ما بحب اتحجر ولا بحب اعطي اعذار، وبكفيني وجودكم انا وبكفزني وبقويني وبخليني كم نحله واحده. بس صدقا انا لا توقف اليوم اخر اخذ برتين، فاي تقصير مني اعذروني، واي شيء صار مني اعذروني انا كذا، بس انا مش حاط حالي فيه. الحمد لله على السلامة، وفكيت. الله يسلمك، ميرسي. والله انضرب صوتي، يعني ما اخذنا اللقاح، فالجرعة الثانية أثرت معي كثير. فبس هيك اخذنا شوي لنقدر نطلع نغني اليوم، بس مع ذلك مش كثير يعني. كيف اليوم الأجواء؟ خبرنا كيف الأجواء. أجواء روعة، أنا مش روعة، أنا اليوم مش حاضر. بس بتشكر كل الناس ومبسوط كثير اني عم غني، ترجع هيك يرجع الفرح والجو الحلو للبلد. ومع الاجراءات الامنيه المشدده بالحفل قدرت صبيه بدموعها انها تخترق المسرح وتوصل لنصيف لتعبر له عن حبها. أما البعض الثاني من فانز نصيف ويلي ما حالفهم الحظ بالوصول للمسرح، لقوا طريقة أسرع وأسهل للتعبير عن حبهم له من خلال مجموعة من الرسائل كانت عم ترتمى على خشبة المسرح، وتفاعل مع نصيف بهالطريقة. وقبل ما يودع نصيف الجمهور وعلى أنغام بربك، انقطعت الكهرباء واستمر انقطاعها لعدد من الدقائق، ولكن نصيف تفاعل مع الموضوع بشكل مهضوم وحتى استغل هذا الوقت ليتصور مع عدد من الحضور. وبهالوقت كان وصل أبو وديع على الكواليس، يلي من بداية الحفل الجمهور عم يهتف باسمه، وهذا الشيء ما زعج نصيف أبدا وصار يهتف معهم أبو وديع. أبو وديع أنا مستعد أكثر من وجودكم إنه اليوم أنا مو بس الجمهور كان ناطر وصول سلطان الطرب بفارغ الصبر، فكمان بالباكستيج كان في شخص ناطر الوسوف لساعات ليوصل له رسالة ويكشف للصحافة عن هويته. أنا عبده محمود المدني ولقبه أبو علي المدني، أنا اكتشفته لجورج وسوف، هو مصرح للصحافة إنه هو اكتشفني أبو علي المدني، اكتشفته ولد كان عمره 14 سنة وصوته حلو، وهي الصور معي لكيون، الصور صور الصور كبرهم، هي صورة وهي تنتين وهي ثلاثة هون،
هي انا وهي هو. سألت له انا من قبل الحوادث ما شفته، صار لي زمان ما شفته، ومش سأله كثير كثير كثير. وكاميرا كيو ميديا وثقت لحظة التقاء أبو وديع بأبو علي المدني بعد كل هالسنين من الاشتياق. جاجلان الله يرحم أمه، الله يرحم ترابه. وبعد 20 دقيقة من صعود جورج والسوف على المسرح، فاجأنا بعودة نصيف وشهد ليشكلوا تريو مع الوسوف ليغنوا سوريا يا حبيبتي، لجانب مقدمي الحفل خالد ومرام. وشانك الجبال تريد تنتظر.